أسست جمعية اسمها منامتي تنهض ضد العنصرية وكل أشكال التمييز في 2013، ولتوا مازلنا نتابعوا في النشاط متاعنا مش نحاولوا شوية نقصوا من الحدة نتاع العنصرية، ماهيش باش تتنحى لا اليوم لا غدوة لا 10 سنين أخرين، أما أقل حاجة إنه نقصوا شوية من الممارسات اللي تهين كمان البشر. الأسوسياسيون على خاطر جينا في وقت اللي تونس كمان الجدار نتاع الصمت تهد تاح، الناس كل تكلموا على مشاكلهم إلا السود ما ريتهمش برشا، هذاك علاش؟ وعلاش منامة؟ على خاطر ديما كيفاش نقولوا لا جوستيس إي ليغاليتي باش يقعدوا منامة في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان. يقعدوا منامة، ماناش باش نخلطولهم للآخر، باش نخلطوا الجزء منهم، باش نعملوا أحويجة. كيف ما باغ إكزومبل احنا عملنا اللواء، حد آخر باش يعمل حاجة أخرى يقدم بها. هذاك علاش منامة. مشكلة العنصرية جوستومون ما يلزمناش نحكيو فيها على خاطر البارح تقتل جورج فلويد، يلزمنا نحكيو عليها بطريقة مستمرة باش نجمو نبدلوا شوية العقلية نتاع المجتمع. هي عقلية نتاع المجتمع يلزمها تتبدل، عقلية وقبول الآخر، بروجي كامل، بروجي سوسيتال كامل، كيفاش تقبل الآخر؟ تقبل الآخر مهما كان الآخر، ما فماش كان الأسود، معناتها هذاك علاش يلزم أن بروجي نتاع سوسيتي، لازم الناس كل تشد تقوم به البروجي هذاك. كيفاش نتعلموا نعيشوا مع بعضنا؟ فماش قانون غير الدنيا. وكل إنسان ما قررش باش يغير من نفسه، باش يغير من طبعه. فماش قانون فيها عصا سحرية. لا، يظهر لي لازم المجتمعات اليوم تقبل أنها تعيش مع بعضها. العنف ما يجيب كل العنف والكراهية، وإحنا نحبوا نعيشوا كمان بلاش كره، خايب بالكره والبغض. ما يعمل حد شيء، ما يبنيش يهدم. أنا فرحانة برشا على خاطر نهار 6 جوان وقت اللي عملنا الوقفة على جورج فلويد، بهرت باللي عمرهم 13 و14 سنة جايين يساندوا. منين جاوا؟ من درا والديهم اللي علموهم. نعرف اللي في المكاتب وفي الليسي ما نحكيوش برشا على المشكلة هذه. منين؟ كيفاش؟ ممكن ياسر لي ريزو سوسيو اللي تبعوا فيهم، اللي صغيرات عرفوا الظلم وحسوا بيه وخرجوا وتفاعلوا معاه، حاجه هايله برشا. زعما يعرفوا لوا 50 صدقني ما يعرفوهاش، اما يعرفوا اللي فما ظلم ما يلزمش يتسكت عليه، ما عادش نسكتوا على الظلم. على خاطر اللي صار في امريكا البارح صار عندنا في تونس وقت البارح في 2016، أما ما قمناش بالشراسة هذه. دونك فما حاجة كمان، فما مؤشرات اللي تقول اللي نوصلوا الدنيا قاعدة تتغير، أما تونس قاعدة تتغير. احنا نقولوا تونس بنساها ورجالها، تونس بصغارها، تونس بصغارها، وهما اللي باش يوريونا ثنية. تبعوهم.